يمكن لأصوات الأشخاص أن تترك انطباعاً هائلاً وفورياً على المحيطين، فمثلاً لو سمعنا صوت شخص ما على الهاتف دون رؤيته مسبقاً فيمكننا توقعت أنك تتفاعلي معي وتكملي، فيمكننا معرفة ما إذا كان الشخص ودوداً أو حزيناً أو عصبياً أو ما إذا كان لديه صوت جذاب مثلك يا نادين. وفي دراسة بقيادة الجامعة الألمانية تربط بين شخصية الشخص والصوت، وتبين وجود علاقة بين طبقة الصوت والسمات الشخصية مثل الثقة في النفس أو الذي يميل إلى الهيمنة أو يهتم بالانخراط في علاقات اجتماعية نشطة أو ما إذا كان يميل إلى الخصوصية. فاكتشف الباحثون أن الصوت العميق منخفض الحدة يرتبط بالأفراد الأكثر هيمنة وانفتاحاً. نتعرف على بعض الحقائق عن الصوت. قبل عصر النهضة كان يعتقد أن الصوت يرسل من القلب وليس عبر العضلات والأوتار الصوتية، فقد يؤدي الهمس إلى جعل الأوتار الصوتية تعمل بجهد أكثر من مجرد التحدث بهدوء، لذا فمن الأفضل استخدام صوتك بلطف وهدوء. هناك سبب علمي يجعلك تكره صوتك، فعندما تتحدث تتردد الطاقة في فمك وحلقك من خلال رأسك مباشرة إلى الجزء الداخلي في أذنك، لذلك تصنع صوتك بشكل مختلف عما يصنعه الآخرون. يمكن لنبرة صوتك أن تكشف عن مشاعرك، فقد وجدت دراسة أن كلا الجنسين يستخدمان نبرة صوت منخفضة عند التحدث إلى الطرف المنجذبين إليه، لذا في المرة القادمة التي تتحدث فيها إلى شخص يعجبك استمع جيدا لترى ما إذا كانت نبرة صوته منخفضة ولو قليلا، فقد يشير ذلك إلى أنه معجب بك. للمزيد انضم إلينا، تنورنا في الاستوديو مايا صابجي خبيرة التواصل ومدربة إلقاء صوتي. مايا يسعد صباحك، نورتينا. ونرحب معنا إبراهيم كذلك للمشاركة في هذه المداخلة. نبرة الصوت تعكس الشخصية، اشرحي لنا. الصوت اولا كصوت، اول شيء صباح الخير. الصوت اولا كصوت بيعكس الشخصية والنفسية. نبرة الصوت بتعكس النفسية اكثر من الشخصية. الصوت شيء فيزيولوجي، يعني نحن ولدانين بتركيبة معينة وراثي كمان 100% فيزيولوجي وراثي، بأحبال صوتية معينة، بفويس بوكس معين، ففي مقومات. وفي الصوت بيشبه أوقات حتى البصمة، ففي خصائص كل واحد منا عنده خصائص معينة، فصوته ما بيشبه حدا تاني. هي بالنسبة للشخصية. النفسية هون بنحكي بنبرة الصوت أو طريقة استعمالنا للصوت، بقى هذا الشيء بيبين النفسية، حالتنا نحن تجاه موضوع معين أو شخص معين. مايا، إذا بدنا نطبق هالموضوع بشكل عملي ولنفهم الطريقة اللي عم تحكي فيها وفكرة نبرة الصوت والشخصية، عندك ثلاث حبال صوتية مختلفة، إبراهيم وسهام وأنا، فكيف نقدر مثلا لتفسري لنا هاي النقطة الشخصية والصوت كيف؟ تمام، نبلش. خلينا نعتبر أنه الصوت مثل السيارة. تشبيه يمكن بعيد ولكن تشبيه يعني بيكون ريليفنت. جملة بتقدري مثلا تعطينا شو دلالات الصوت فيها؟ 100%. إذا عم نحكي عن الصوت كتركيبة صوت مثل السيارة، السيارة في لها عدة طرق كيف بتستعملها، كيف بتحركها. تركيبة الصوت شيء ممكن نفهمه انه هاي التركيب، نصف الصوت كتركيبة، لكن كيف احنا ممكن نحكم على الشخص على شخصيته من خلال صوته؟ وهل هذه قاعدة ولا في لها استثناءات؟ كلنا بنحكي على التليفون وكلنا بنحكي مع أشخاص ما بنعرفهم، سو كلنا بنرسم براسنا شكل معين لأشخاص. في دراسات كتير انعملت، أغلبية الدراسات بتقول إنه نحن فينا نحكم على طول الشخص. مثلاً غالباً الأصوات العريضة أو الرخيمة البيس فويسز بتجي من أشخاص بيكونوا مجسمين، يمكن طوال شوي، صحة. مثلا نحن فينا نقول قديش الشخص عنده مصداقية من صوته. في كتير أمور نحن فينا نحكم عليها من خامة الصوت بحد ذاته. طيب، ولكن منا قاعدة. طيب مايا، أنت من أشهر الناس بإلقاء الصوت في منطقتنا. أنا اليوم طلعت على البرنامج،
يعني الأحبال الصوتية مرتبطة بالشخصية وبالوراثة كما قلتي. طب نبرة الصوت، وأنا عم بقرأ النشرة، كيف بيعرفوا الناس أني سعيدة، أني واثقة من حالي، أني حزينة، أني موترة؟ مزبوط. لما بنشتغل على نبرة الصوت أو على الأداء الصوتي بنلعب بكذا variable، منهم السرعة، منهم الإيقاع بالكلام، منهم البيتش، يعني الطبقة تكون عم بحكي بطبقة كتير عالية، يلي هو غالباً إذا نحن معصبين أو مزعوجين الصوت بيصير رفيع والطبقة بتصير عالية، غير لما نكون نحن مرتاحين فمنحكي بالنورمال فويس تبعنا. منلعب مثلاً بالبوزز، أنا إيمت أخذ بوز بين الكلمات لحتى أعطي ستريس أكتر. بقى هذا الشيء بيبين أنا وضعي كيف، أنا قديش مرتاحة لما عم بحكي مع الشخص اللي قدامي، وشو بالنسبة للموضوع. يعني اختلاف النبرة حسب الظرف وحسب 100%. بس كمان أنا نفهمها على المثال اللي هلأ ما قلتي لنا إياه، أنه كيف عشان نطبقه على الموضوع. مثلا إذا نقول أهلا بكم في صباح العربية، كيف نصلها بنبرات مختلفة وبشعور مختلف؟ تمام، نجرب احنا ثلاثة. يلا بتقولي لنا حالتنا اليوم. يلا ابراهيم، اللي كنت عم بحكي. يلا جربوا. تفضل. ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي ابدا. اوكي. هي جملة مثل. جملة انا فكرت في يتبع. طيب خليني احكي جملة ثانية. سقراط حكى تكلم كي اراك. تمام، شو حسيتوا الموت تبعه؟ تحدي. Very factual. يعني فيري هيك عم يعني بيعطي معلومات جدي. طيب اعطيني نفس الجمله وانت مبسوط. تكلم لكي اراك. هيك انا مبسوط. مزبوط. مش بنبره الاخبار. انت ومتردد. انت ومتردد. تكلم كي اراك. تكلم لكي أراك. فبطبيعة الحال الصوت بيوطى، في تردد شوي بالكلمات بالمخارج. طب احنا بدنا نسمعك انت يا مايا. يلا عطوني كيف جملة. كيف تختلف نبرة صوتك؟ اختاري جملة. أهلا بكم صباح العربية، قوليها بكل حالات. أهلا بكم بصباح العربية. يعني أنا هون مثلا المفروض يكون وصلكم سعادة. فإذا شفتوا أنا كمان أنا عم بحكي مديت أهلا، كان في ستريس على يعني اهلا من القلب. يعني اهلا يعني احنا كل يوم بدنا نحفظ. أيوة. مايا شو قالت انا وياك نسجل صباح العربيه. اهلا بكم بصباح يعني الستريس اوقات كمان حرف الالف بصباح العربيه. في ثقه 100% وفي ابتسام. الابتسامه. طيب. وانت متضايقه يا مايا، كيف يعرفوا الناس انك متضايقه؟ متضايقه انه زعلانه، مزعوجه، معصبه. اهلا بكم بصباح العربيه. اتمنى ما حدا يقول اهلا بكم. في ساعات نادين تقول كذا. اهلا بكم. لا عصبي. صباح العربيه. كيف ممكن تكون حزينه وتحكيها؟ اهلا بكم بصباح العربيه. اهلا بكم بصباح العربيه. هي النبرة كتير حزينة. هدي بكرة بوعي. بكرة في أداء بكرة. هي يمكن بآخر الأسبوع قبل الويكند أو كل يوم. لا أهلاً. يعني نحن كمان بنركز على كلمات معينة. في كلمات، في positive words مثلاً مرحباً. حتى لما بنسجل مثلاً تسجيل آلي استقبال للتليفون، مرحباً بكم، أهلاً وسهلاً. مثلاً إلى اللقاء. في نبرة معينة، في intonation. طيب برنامج خلص، أنت بدك تودع الناس. أنا بدي ودع الناس. تبعتوني شيء على هالكاميرا. يلا على كاميرا 11 وتلينا إلى اللقاء. بدي أفكر بدي أقرأ شيء. خلص البرنامج بيناه في أمان الله. نحن اليوم وصلنا لآخر البرنامج. بتمنى أنه تكونوا استمتعتوا معنا، وبتمنى أنه تكونوا استمتعتوا تحديداً بفقرة الصوت. ومنشوفكم على خير بكرة إن شاء الله. أمان الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء.